وعلشان عارفين ان اكتر حاجة بتتوهي فيها هي رفيع المطبخ بعد الحلل على طول، تعال هنتكلم عنها بالتفاصيل ونعرف ايه اللي يتجاب وايه اللي ما يتجابش. انا رؤوف يوسف صاحب سنتر رؤوف، يلا بينا نبدأ. واول حاجة طبعا هنبدأ فيها في رفيع المطبخ هي طواجن وصواني الفرن، واهم حاجة فيهم هي الحاجات الالومنيوم. بس حاجات الالومنيوم طبعا ليها شروط عشان نجيبها. اول حاجة في الحاجة الالومنيوم ان احنا لازم نشتري الومنيا تكون بيور 100%، يعني ما يكونش الومنيا عليها اي اضافات. طبعا ده بنعرفه ازاي من الالومنيا؟ عشان للاسف الحاجات دي ما بتتعرفش بسرعه او بسهوله، لازم نشتري براند يكون معروف من مكان موثوق فيه. الالومنيا الصح دايما يا جماعه بتجاب بضمان، يعني لو حصل فيها اي عيب او اي حاجه ظهرت بعد الاستخدام هي بترجع. طب ليه احنا لحد دلوقتي مصرين على حاجات الالومنيوم رغم التطور اللي احنا فيه؟ لان الحاجه الالومنيا اللي هي الالومنيوم الصريحه زي كده بتبقى اكتر حاجه موزعه للحراره صح، فبالتالي بتعمل فيها الاكل بتلاقي طعمه حلو وبيبقى معمول فيها بكل سهوله، وخصوصا المعجنات اللي بتبقى في البيتزا او غيره. بعد كده على طول بنخش على الحاجات الجرانيت من صواني الفرن والطواجن والبيتزا برضو. طب الحاجات الجرانيت دي كويسه ليه؟ عشان خاطر نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها في الحلل، الجرانيت دايما بيبقى حلو لانه موزع حلو جدا للحراره. عيب بس واحد فيه ان هو سهل الخدش، وبيبقى اسهل من الحلل انه يتخدش في الحاجات دي. ليه؟ لان الحاجات دي مهما كان سمكها ما بيبقاش زي سمك الحلل، وارتفاعها ما بيبقاش زي ارتفاع الحلل، فبالتالي بيبقى توزيع الحراره فيه على مدار او مستوى اقل. فعلشان كده لازم نستخدمها بحرص، ولازم نجيب براند معروف اذا كان صينيه فرن او كان طواجن جرانيت او بيتزا. وبالتالي برضو بداوا يعالجوا لنا الموضوع ده ويجيبوا لنا الحاجات الخشب التوزيع او السيليكون عشان خاطر ما يتجرعش. لكن احنا لو هنختار حاجتين بس هيبقى الالومنيوم وهيبقى الجرانيت. اما الحاجات البايركس فدي الناس بتجيبها اضافيات وبيبقى شكلها شيك جدا، وهي من اكتر الحاجات صحيه. طبعا عيبها الوحيد ان هي لو وقعت على الارض بتتكسر زي ما احنا عارفين، او لو احنا مخرجينها سخنه وحطيناها على رخامه ساقعه او تحت ميه ساقعه طبعا بتطق. لكن هي حلوه جدا وشيك جدا في تقديم الاكل، وبتبقى شكلها حلو في الاكل لو احنا عندنا ضيوف او غيره. طبعا احنا عندنا اهم الصناعات فيها الفرنساوي او التركي، او الحاجات تكون برضو براند مشهور ومعروف من مكان موثوق فيه. اما الحاجة التالتة معانا هي الطاسات. طب الطاسات يا جماعة هي ايه افضل طاسات؟ عندنا الطاسات الجرانيت. ليه المرة دي احنا ما قلناش افضل طاسات هي الالومنيوم؟ لان الطاسات هي اكتر حاجة بتتعرض للدهون، فبالتالي الالومنيوم بتبقى صعبة التنظيف. ممكن يبقى عندنا طقم او قطعة او اتنين او تلاتة في المطبخ علشان خاطر نستخدمه الاستخدام الشاق اللي احنا عايزين حاجات نستخدمها، ولو حتى نجرح فيها او نشيل او نحط في نوع من الاكلات بيحب النظام ده. لكن الاساسي عندنا هو الجرانيت، ونجيبه براند كويس وتكون تخانته عالية. طبعا الجرانيت حلو في الطاسات برضو لانه سهل التنظيف، عشان احنا بنستخدم دهون كتير، فاحنا عايزين بعد ما نخلص نغسل اي حاجة باي سبونشة فتنضف. طبعا وعندنا برضو صواني الكريب، الطاسات الكريب. طاسات الكريب برضو من الحاجات الكويسة جدا النهاردة اللي لا غنى عنها. مش بس بنعمل فيها كريب رغم ان هي اسمها طاسة كريب، بس احنا ممكن نعمل فيها العيش السوري. طبعا الحجم اللي انتوا شايفينه ده فيه احجام تاني مختلفة، هات الحجم اللي يريحك او مناسب ليك على حسب استخدامك. طبعا ومش هننسى عندنا الطاسات الوك. الطاسة الوك دي ليه طلعت وايه هي احتياجاتها وانتشرت بسرعة؟ لان الطاسات الوك دي دايما بنقول ان هي بديل للحلة. عندنا عزومة، عندنا عيد، بنعمل كمية الحاجات اللي بيبقى فيها اكل كتير، وعايزة تحس ان انت شيف واقفة في قلب المطبخ، وعايزة تقلبي كده وبتاع جو الشيفات ده، عارفة اللي احنا انت ما بتعرفيش تعمل اكل في الاخر، هو ده. نجيب الطاسة الوك اللي عندنا دي. برضه عندنا حاجة طلعت في الآخر وهي انتشرت بشكل كبير، عندنا الجريل الدبل. الجريل الدبل يا جماعة النهاردة بدأ ينتشر انتشار كبير، عشان الجريل الدبل ليه كذا استخدام. أول استخدام للجريل الدبل هو إن احنا بنعمل فيه حاجات للشوي. طب ليه؟ إزاي بنعمل فيه حاجات للشوي؟ أول حاجة في الجريل إن هو فيه الخطوط الداخلية اللي أنتوا شايفينها دي. الخطوط الداخلية ديت لما الحاجة بتتحط عليه مع الزيت أو الدهون بتدينا إيحاء أو شكل للشوي. تاني حاجة إن احنا لما بنقفل الجريل بالشكل ده في جوان سيليكون، فبالتالي ما بيطلعش الريحة ولا بيطلع الدخان بتاع الأكل، فبيدينا طعم وريحة الأكل الشوي اللي احنا بناكله، فبيدينا إيحاء حلو قوي. يعني لو أنت ولا عارفة تطبخي ولا عارفة تشوي، فهو ده بيعمل لك الاتنين وربنا يستر في الآخر. طبعا الجريل الدبل فيه حاجة إضافية جميلة جدا، هو إن احنا لما بنشيل الكليبسة اللي أنتوا شايفينها السيليكون دي ونمسك الجريل الدبل بالشكل ده، ممكن نفتحه ونستخدمه قطعتين. يعني احنا ممكن نستخدمه جريل عادي وممكن نستخدمه كطاسة عادية جدا، فبالتالي هو هينفعك جدا. عشان كده مش هنقدر نستغنى عنه
اهم حاجه فيه ان انت تجيبي نوع كويس وبراند معروف ومن مكان موثوق فيه، اللي هو زي انا كده طبعا مثلا. يعني في الاخر باختصار احنا كده فهمنا هنجيب ايه من حاجات المطبخ والرفايع، وعرفنا ان احنا نبدا بالالومنيوم عشان هي سهله التوزيع، وعرفنا ان الجرانيت سهل التنظيف، وعرفنا ان طاسه الكريب مش بس اسمها طاسه كريب وممكن نستخدمها، عرفنا ان الجريل الدبل من الحاجات المهمه جدا، عرفنا ان البايركس حاجه ممكن تشرفنا قدام الضيوف واحنا بنقدم فيها اكل حلو وطعمه حلو برضه. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة، واستنوني في حلقات تانية.